السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في القناة. مرحبا ألف، معاكم أستر. طبعا جايب لكم جليتش أنا نسخ سيارات سولو. أمس كنت مسوي بث عليه وضبط معايا بعد محاولات عدة، عشاني ما أنا عارف الجليتش زي الناس، عشان كذا عدت فيه كم مرة. بس الشباب كانوا معايا في البث يقولوا لي الجليتش جدا سهل. فخطوات الجليتش معاكم، لازم يكون عندك بانكر ويكون عندك اللهم صل وسلم اللي هو النايت كلوب، وسيارة تشتريها سيارة حربية قيمتها تقريبا 1,100,000. إذا كان عندك السعر المختصر يكون ب800,000، وفي ناس يقولوا عندهم سيارة مجانا، وتدبل عليها وتنسخ مستر بين أكثر من نسخة. طيب نبغاك تحط مستر بين داخل الموبايل إبريتر اللي هي الشاحنة حقة البنكر، وتحطها في البنكر، والسيارة الحربية تحطها في الجراج رقم واحد، مو رقم واحد، الجراج الأساسي اللي يجيك فيه موقف واحد اللي موجود في النايت كلوب. اوكي، دحين خطوات معاكم قبل ان نبدا خطوات الجليتش. طبعا اتمنى منكم اللي ما اشترك يشترك وفعل زر الجرس. اوكي، ونخش معاكم في المقطع. طبعا لما تيجي تبيعوا يا اخوان، في النهايه لما تيجي تنسخوا بيعوا السياره اللي موجوده داخل الموبايل اوبريتر، حتجيب لك 2,000,000. دحين نبدا معاكم تطلع السياره من الشاحنه وتوقفها في الموقف، وتخرج من الموقف وتركب البازرد او سياره من الشارع. ابدا لا تركب سياره خاصه فيك. اوكي يا شباب، دحين كل اللي عليك انك تروح وتمشي وتروح تتجه الى النايت كلوب. تدخل النايت كلوب على الاختيار رقم واحد، بعدين تريجي تخش على الموقف تلقى سيارتك اللي هي هذه اللي اقول لكم عليها يا شباب. اقليش صراحه خطواته سهله، بس لما تجي تسوي الخطوات تركز، لانه في خطوه لازم تركز فيها اللي هي دحين شوف ظاهر لك سهم يمين على اساس انك تنتقل للمقعده اللي جنبها. اوكي، انت يوم تيجي تعلق لازم تعلق على سهم يمين، تعلق على سهم يمين وهو كذا بيمشي، انت اضغط ضغط R2 وخليك باقي معلق على سهم يمين. عرفت؟ شوف انا دحين مبطئ المقطع، ركزوا فيها، ركز ركز. انا ايش سويت؟ علقت على سهم يمين، لازم تعلق على سهم يمين عشان ينقل للمقعده. اول ما تشوف كذا الراس اللاعب كذا حرك راسه على اليمين، اضغط لحسه كذا R2 على ما يقول ان اي الله يذكره بالخير، لحسه يقول اول ما ينقل شوف حرك راسه، اضغط R2 على طول، حيطلع لك شاشه سوداء وحيرسبنك برا النايت كلوب من دون السياره. اذا سارت معك هذه الخطوه فانبسط يا حبيبي، وتتاكد ان الجليتش ضبط معك 100%. شوف دحين بعد ما تروح الشاشة السوداء طلعني برا الجراج من دون السيارة، فهذه الساعة تعرف انه الجليتش ضبط معاك. حطوا لايك، اللي ما حط لايك يدعس لايك. دحين تروح ترجع مرة ثانية الى البنكر، خطوات جدا سهلة، بس اللحظة هذه هي اللي حترفع ضغطك فيها. طيب بتقول لي يا ماستر يا اخي السيارة غالية، بس انت حتبيعها 2,000,000، يعني حتكسب نفس المبلغ لما تيجي في الجلتشات الثانية تنسخ بالسيارة المجانية. فهمت؟ عرفت قصدي؟ دحين كل اللي عليك انه تدخل يطلع تضغط سهم يمين يقول لك انه الجراج فل، وتدخل السيارة وصلى الله وبارك. بيع السيارة اللي داخل النايت كلوب، اللي داخل قصدي البنكر. السيارة اللي داخل البنكر هي اللي تبيعها. فهمتوا معايا يا شباب؟ اللي داخل البنكر صح؟ صح كذا يا عيال؟ ولا اللي في النايت كلوب؟ انا اتوقع اللي داخل الموبايل ابريتر، اللي داخل البنكر هي اللي تبيعها، تجيب لك 2,000,000. اذا كلامي صح بالله اكتبوا لي يا شباب في التعليقات تحت. وبس انبسطوا. هذا كان كل اللي في المقطع، اتمنى منكم اللي ما اشترك يشترك دحين، اشترك دحين. ولايكات بالله، لايكات يا اخي، رجعوا لي اشتراكاتي اللي كانت عندي 4 شهور ساحب على اللعبه 400 اشتراك طار. يعني كل شيء انا عارف نفسي، انا في الشهر كنت اطلع اكثر من 100 مشترك، بس ابغى ارجع الاشتراكات اللي راحت عني. وظبطوني يا اخي، ظبطكم ونشوفكم على خير. سلام.